واضح انهم بيرتبوا الحاجه. والله يا فندم واضح ان الناس دي قلبها ميت خالص، يعني عارفين ان احنا بنراقبهم وعنينا عليهم وبيعملوا اجتماعات لا وايه وبيحضروا العمليه الجديده كمان. هو صحيح فتحي مش سهل، بس عنده عيب خطير، ثقته في نفسه زياده عن اللزوم، فهيحاول يضللنا واحنا لازم نستغل الفرصه دي وما نفوتهاش. واعتقد يا فندم ان دي هتكون فرصه كويسه ان انا اروح بيت اكرم من غير ما يحس. تمام، يلا يا ساره شدي حيلك، وما تنسيش لازم تبقي على اتصال مع المراقبه السريه اللي هناك عشان يبلغوكي اول ما اكرم يقرب من بيته. حاضر يا فندم. بعد اذنك يا طارق بيه، تسمح لي اروح معاها بس امنها واغطيها. ماشي يا شريف. بقول لكم يا حد معاه رقم تليفون الصحفيه اللي اسمها ما؟ انا معايا نمرتها. طب هاتي الرقم. يا ابن الايه يا فتحي، ده ترتيب من خرش الميه. امال يا ترب وانا بلعب ده نتاح. احنا بعد ما نخلص العمليه دي نعملها فين؟ والله العظيم. طب احنا هنعين انت فتحي؟ اول بس مصراجي يكلمني وياكد عليا واقفش منه العربون هننفذ على طول. نعملها فيلم ها؟ نعملها فيلم. لعيبة. الو، انا سامع، انا المقدم طارق الرفاعي. مين؟ ايه مالك اتخضيتي كده لما سمعتي صوتي؟ لا خالص، وانا هتخض من ايه يعني؟ طيب انا كنت عايز اقابلك كده في موضوع مهم. تقابلني بخصوص ايه؟ في موضوع عايز اتكلم معاكي فيه وما ينفعش في التليفون. موضوع ايه؟ لما نتقابل هتعرفي كل حاجه. طب تحب نتقابل فين حضرتك؟ والله انا دلوقتي في مكتبي في المديريه. ايه ده، هو سيادتك رجعت تاني؟ ايوه رجعت. عندك مانع ولا ايه يا نسمة؟ لا خالص، ده انا حتى افرح لك. وانا كنت متاكد انك هتفرحي لي. يلا بقى تعالي بسرعه وما تتاخريش، لان عندي اخبار مهمه قوي وعايزك تبقي انت كالعاده اللي بتنفرد بمشرعها. طيب 10 دقايق واكون عند سيادتك. وانا في انتظارك، مع السلامه. مراقبة اتنين، مراقبة اتنين. مراقبة اتنين، اتفضل. ايه الأخبار عندك؟ تمام، الهدف في المزرعة يا فندم. طيب، بلغني بالتحركات أول بأول. تمام. انتهى. مراقبة تلاتة، مراقبة تلاتة. مراقبة تلاتة يا فندم. متواجدين وفي انتظار الهدف. طيب. بلغني بكل حاجة أول بأول. انتهى يلا. علم يا فندم. البيت فاضي، تقدري تنزلي دلوقتي. بس والنبي بلغني بالاخبار اول باول. انت بتقولي ايه يا ساره؟ ده انا لحظه بلحظه معاكي، المهم انت بس خلي بالك على نفسك. مش قوي كده، ربنا معانا ان شاء الله. توكلي على الله.
اعتبر ده تحقيق رسمي يا طارق باشا؟ لا لا لا، دي مجرد دردشة. قصدك بدردشة دي ان دي اتهامات لسه ما فيش عليها دليل؟ عموما انا يا باشا لما نشرت المواضيع الخاصة بسعادتك انا كنت كل قصدي صالح العام. يا ترى بقى صالح العام ده اسمه شكري الباشا وبرهان الحاوي؟ قصدك برهان الحاوي المحامي المعروف والناشط الحقوقي؟ بالظبط، ومحامي شكري الباشا. برهان الحاوي ده شخصية معروفة وعامة، وعلاقتي بيه زي علاقتي بحضرتك يا تمام. لما بيكون عنده معلومة بكلمه واروح له. أما شكري الباشا ده فأنا معرفوش شخصية، بس أفتكر إن اسمه جه في قضية اقتحام مجموعة الديب اللي عامر بيه وحضرتك اتهمتوا بيها، معرفتوش تثبتوا على حاجة. طب والتقارير اللي انت نشرتيها عن حالة عامر الديب الصحية جبتيها منين؟ ما اعتقدش يا باشا ان في اي صحفي في الدنيا ممكن يعلن عن مصادره الخاصة. بس انا اعتقد يا انسة ماها ان انت لازم تقولي، لانك في ورطة كبيرة قوي. ايوه شريف، طمنيني ايه الاخبار عندك؟ انا لقيت لابتوب اكرم وبنقل كل الداتا اللي عليه على الكمبيوتر بتاعي. طب هايل هايل الكلام ده، خليكي معايا ثانيه واحده. شريف باشا، شريف باشا. ايوه يا ابني ابدا الاشاره. اكرم لسه واخد عربيته ومتحرك من المزرعه. من امتى الكلام ده؟ لسه متحرك دلوقتي يا فندم وفي اتجاه للبيت. طيب 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 انتهى. ساره بقول لك ايه، فورا تنزلي. اديني بس خمس دقايق الداتا تحمل. خمس دقايق يا بنتي، بقول لك فورا اكرم اتحرك من هناك وجاي على البيت. خمس دقايق يا شريف. يا ساره ما تجننيش، بقول لك يلا فورا تنزلي. خمس دقايق بس يا شريف مش اكتر. سلام. عمل الديب مش هيسيبك في حالك، هيرفع عليك قضايا قد دماغك، لان التقارير اللي انت نشرتيها تقارير مزوره وكانت هتتسبب في خسائر كتيره جدا لمجموعته. والدليل على كلامي ان عمل الديب في شغله وصحته زي الفل. وخلي بالك القضايا دي لما هتترفع ونجيبك وتتبهدلي في المحاكم، شكري وبرهان مش هينفعوك. انت عايز ايه بالظبط يا طارق باشا؟ انا عايز اساعدك، عايز ابقى سندك ضد ازاي عمل الديب، وانت عارفه علاقتي بيه، وعايز ابقى ظهرك برضه عشان النداله بتاعت برهان وشكري لما صدروكي في وش المدفع وهيخلعوا في الاخر. طارق باشا انت مش محتاج ولا تهددني ولا تساومني، انت بس تؤمر وانا اخدمك بعناية، وده كله عشان الحق والعدالة، وخصوصا يعني ان انت غالي عندي قوي. طب ايه رأيك انا اجيلك دغري ونلعب على المكشوف؟ مفيش احلى من الدغري يا باشا. بس خلي بالك انا مش معتز، مش هتضحكي عليا بكلمتين ولا تخشي عليا بحركه من حركاتك. وايه بقى لزوم وكلام اللي يحرق الدم ده؟ احنا قلنا نلعب على المكشوف. احنا الاثنين محتاجين بعض يا معلم. انت محتاجاني علشان اساعدك في الورطه اللي انت حطيتي نفسك فيها بسبب برهان وشكري اللي ممكن تدمر حياتك كصحفيه. وانت محتاج مني ايه يا باشا؟ عايز استغل علاقتك ببرهان وشكري واعرف هما بيرتبوا ليه. اوعى تفتكر يا باشا ان برهان وشكري دول سهلين ولا واخديني كده انتيم وبيحكوا لي عن كل حاجه. لا خالص، ده كل ما يعوزوني يكلموني يتفقوا معايا. انا كده ابتديت اطمن لك يا دي سماح. عارفه ليه؟ لانك ابتديتي تيجي معايا دغري. انا عايزك اي معلومه اي معلومه تعرفيها عنهم تيجي تبلغيني بيها على طول. بس كده؟ من عينيا الاثنين. غير كمان اني ممكن اطلب منك توصلي معلومات معينه لشكري وبرهان. فهمت قصدك يا باشا، قصدك يعني معلومات وهميه تلعبهم بيها. عموما ده مش صعب عليا، بس كل ده في مقابل انك تحميني من برهان وشكري وعامر وبس. احنا لما بنعوز نخدم بنخدم يا مها، وانت لو عملتي اللي اتفقنا عليه انا مش هتاخر عليكي في اي خدمه تطلبيها. بس لو لعبت بديلك وفكرت انك تبيعيني لشكري وبرهان هشتغل لك في الازرق، وانت عارفه بقى ابواب الاذى مفتوحه واسعه قوي. ابيعك بايه يا باشا؟
كنت انا ما صدقت اني اشتريتك وكسبت رضاك بعد ما كان نقرا كده من نقري على طول. ماشي انا نشرب فنجانين قهوه نتكلم في الشغل. ها يا ابني هات اتنين قهوه. ايوه يا ابني ابدا الاشاره. طيب انا شايفه علم. في ايه تاني يا شريف؟ يا سارة اكرم وصل تحت البيت يلا انزلي فورا. طب دقيقة واحدة بس دقيقة واحدة يا بنتي بقول لك تحت البيت مفيش وقت انزلي. مش عارف اقول لك ايه. انت بجد هتموتيني ناقص عمر. يا بنتي انا قلبي كان هيقف عليكي من الخوف افهمي بقى. عمر الشقي بقى ايه بقى؟ ماشي يا عم الشقي. وبعدين تعالي هنا. انت عايزه الناس تاكل وشي. تقولي الواد اول ما راح خطبها اللهم احفظنا يعني راحت كده سلمت النمر. هو ده اللي فرق معاك؟ ان وشك ما يبقاش وحش عليا؟ حاجات تانية كتير. يا عبيطة ده انا فديكي بعمر. ماشي يا بكاش. طب بالنسبة بقى للبكش، البكاش يجيب امتى وامه بقى عشان نخلص من العذاب اللي احنا فيه ده؟ يا شيف هو انت مش شايف احنا عاملين ازاي؟ نخلص المهمة اللي قدامنا دي وبعدين نبقى نشوف. اوه المهمة المهمة. بس صدقي انت عندك حق. نخلص فعلا المهمة وتبقى الفرحة فرحتين. مع ان والله انا يعني على اخري بس ماشي ماشي. ماشي ما تبص قدامك. ما انا باصص اهو. وبعدين ايه بقى؟ مش خلاص؟ خلاص ايه؟ ما خلاص. لا ما خلاص. ساتر يا رب صبرني يا رب على ما بلاني. خلاص يا ابني خلاص خلاص بموت فيكي بقى. ميرسي على القهوه يا طارق بيه. اي خدمه تاني؟ احنا كده اتفقنا على كل حاجه. اتمنى بقى ان خطوط الاتصال بيننا تفضل مفتوحه دايما من غير ما تقول يا باشا. استأذن انا بقى عشان الحق اروح المجله. مع السلامه. مع السلامه. اهلا. ازيكم يا بشوات؟ اهلا. هو انت لسه ليكي عين تيجي لغايه هنا؟ وما جيش ليه؟ صحفيه وبعمل شغلي. وعشان ترتاحي انت وشريف باشا انا جيت هنا بناء على طلب من الباشا الكبير طارق بيه. وما كنتوش مصدقيني انتوا ممكن تدخلوا وتسالوه. بعد اذنكم بقى. ايه يا ساره؟
اللابتوب اللي لقيتيه عند اكرم عليه اي حاجه ممكن تفيدنا؟ انا رجعت كل البيانات اللي عليه وانا جايه في العربيه مع شريف، بس للاسف مفيش اي حاجه مهمه. بس شكل اللابتوب جديد، ده طبعا بعد ما تخلصوا من القديم لما حسوا ان احنا متابعينه. اه بس اكيد اللابتوب الجديد ده هيستخدموه في عملياتهم اللي جايه. ما انا عشان كده يا فندم عملت له تتبع وهيفضل تحت عيني طول الوقت. كويس. بعد اذنك يا طارق بيه، اللي اسمها مها دي كانت بتعمل ايه عندك؟ لا ما تشغلش بالك انت شريف، سيب لنا موضوع مها، انا عارف اوظفها كويس في حاجات تفيدنا. المهم بقى عينينا ما نغيبش عن فتحي واللي معاه ده خالص خالص. عايزين نعرف هما ناويين على ايه وبيخططوا لايه، ومش عايزينهم يزوغوا مننا زي كل مره. تقلقش يا فندم. ساره انا طلبت اني انا قبلك النهارده عشان الحقيقه اني عايزه اتكلم معاكي في موضوع مهم. خير يا نجوى هنا؟ انت عارفه كويس قوي ان انا طول الوقت معترضه على ارتباطك انت وشريف، لكن الحقيقه بقى بعد موقفك النبيل وان شريف يعني مصمم على ارتباط بيكي، ده اكدوا لي قد ايه انتوا بتحبوا بعض، عشان كده انا قلت اوكي. ما باليد حيله. ما باليد حيله؟ انا مش عايزاكي تزعلي مني. بالرغم من ان كلام حضرتك يزعل، وواضح ان انا مش نزلك من الزور، بس مقبوله منك يا نجوان هاني. ايوه هانم، انا بقى عايزاكي تبقي هانم كده زيي. لا مش فاهمه. بما انك هتبقي واحده مننا يعني هتخشي جوه عيله ونسب ومجتمعات، يعني لازم تعرفي تتعلمي تبقي واحده مننا. نجوان هانم، لو حضرتك مش عايزه تزعلي مني انا بلاش نتكلم في الحاجات دي، وانا عن نفسي مبسوطه بنفسي قوي كده. لا بقى انت لازم تعرفي وتفهمي كويس قوي اني بتكلم في مصلحتك. انت لازم تتغيري، لو بتحبي شريف هتتغيري عشانه وبكده هيحبك اكتر. وبعدين بقى حكايه انك ظابط دي هناك في الشغل، لكن مع شريف لا، لازم يشوفك حاجه تانية خالص. حاجه تانية زي ايه ان شاء الله؟ سيبي الموضوع ده عليا، انا هعرف اختار لك شويه لبس تلبسيهم، وكمان هوديكي للكوافير بتاعي. طب حضرتك ما توديني لدكتور تجميل احسن. لا يا روحي، انت مش محتاجه لدكتور تجميل، انت حلوه بس يعني محتاجه شويه تاتشات بسيطه كده وتبقي فظيعه. اللهم طولك يا روح. ساره ممكن تلاقي نضاره؟ اشمعنى؟ شكلك كده احلى كتير قوي من غير النضاره. تعرفي انا عايزه شريف طول الوقت يشوفك كده. هو شريف هيشوفني كده طول الوقت وانا ما اشوفش حاجه خالص؟ مش مهم انت تشوفي، المهم ان شريف يشوفك في عينيه حلوه. وانا بقى وكفي على وشي. ايه ايه كيفي دي يا بنت؟ عموما حتى لو حصل اللي انت بتقوليه ده فانت لازم تضحي عشان الحب. صدق شريف لما قال الحب بهدله. طب وحضرتك بقى هتبقي مبسوطه؟ اكيد هكون مبسوطه. تعرفي طول ما انت بتسمعي كلامي انا هبقى راضيه ومبسوطه عنك. مش بس كده، انا كمان هعتبرك زي بنتي. طب عشان الكلمتين الحلوين دول وعشان ما تزعليش مني انا هحط الشريف ده في عينيا. يا حبيبتي، وانا من اللحظه دي هعتبرك بنتي وحبيبتي وخطيبه ابني كمان. ممكن البس النضاره بقى مؤقتا لحد ما اوديكي للدكتور عشان تعملي لانسز. لانسز؟ يا رب كملها بالستر يا رب.